وفي موضوع آخر، أكد المكلف بالاتصال صلب حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات سامي رزق الله في تصريح لقسم الأخبار، أكد أن المكتب السياسي للحزب في حالة انعقاد دائم لدراسة إمكانية الانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا لم يتم تلبية عدد من المطالب المقدمة إلى تنسيقية الترويكا، وأهمها تحييد وزارتي العدل والخارجية. المكتب السياسي البارح اعطى توصيات، اربع توصيات واضحه بغير ما ندخل في التفاصيل. التوصيات هذه معناتها لازم اهداف الثوره تتحقق، لازم العداله تكون عداله محايده. اليوم في تونس ماناش قاعدين نحسوا، التوانسه ماهمش قاعدين يحسوا اللي العداله هي محايده، وصاروا برشا اخطاء في حقوق الانسان، هذايا نددناه نزيدوا نعاودوا ندوه. ثانيا مجلس الشورى نتاع النهضه قرر باش وزارات السياده ما تتمسش، هذايا نرفضوه ونرفضوه رفضا تاما. طلبنا باش يكونوا زوز وزارات من وزارات الزياده يصير فيهم تغيير، الخارجيه والعدل. المكتب السياسي مازال مفتوح، التوصيات اعطيناهم للاعضاء التنسيقيه نتاع الترويكا بدون تهديد، اذا لم تصير اجابه الى طلبات هذوما معناتها الانسحاب من الترويكا مازال شيء وارد، والاغلبيه الساحقه نتاع المكتب السياسي كانت في الاتجاه.